إبداع المصري مش وليد اللحظة، ده من زمن بعيد جدا، زمن أجدادنا الفراعنة. إبداعه بيبدأ وقت ما إيده بتلمس أي حاجة، بيفكر وينفذ ويصنع، وده اللي بيحصل في النحاس، بيتحول من اللاشيء لإبداع تشوفه يبهرك، والمبهر أكتر إنك تعرف أصل الحكاية من أصحاب الحكاية. أنا بحب أي شيء في إبداع، فلقيت ده مجال إن أنت تقدر تبدع فيه وتطور وتجدد وتعمل الشيء اللي أنت بتحسه، إن أنت تفكر في شيء وتنفذه، وعشان تنفذه وبتفكر فيه لازم تبقى عارف مراحل تصنيعه. يعني ليه؟ لأن بداية مرحلته في التصنيع على المخرط. إحنا الأول بنشيل المعدن ده نحاس خام، حتى رقعة حتى مفروضة، وإحنا بندورها ونبتدي ندورها وتخش على المخرطة. وابتدي بعد المخرطة أبتدي ألحم، أعمل الوشين على بعض، أقفل الوشين لحام. وبعد اللحام قوم دقيق، ومخرم. وبنبدأ احنا مرحلتنا كشغل كنقش نحاس والزغرفة الإسلامية. احنا في البداية بقى بالنسبة لنا احنا كشغل نحت، احنا بننقش الزغرف دي بنرسمها كروكي، برسم ربع، بقسم القطعة لأربعة تربع، برسم ربع، وبعد ما بنقشه بس باخد الربع دوت كوبي بالنظام طبع بحبارة من ربع على التلات تربع، اللي بيها أسهل بس وقت الرسم، بدل ما ارسم الحتة كلها لا ارسم ربع بس، وبنقل نفس بعد ما بنقش بنقل الربع ده على التلات تربع وبنقش. اللي بيحصل ده الزير بيجي نشتري الزير وبنصحنه زي كده ونصيحه على النار وتتبيض، ده الطبيعي. دي اصعب لان فيها نار، ولع بيرسم ده بحفر برضو ما مش قدامه نار. تخش على محل صنفره، وبعد ما نصنفر نبتدي نلمع، وده الوش النهائي بتاعه. والمهنة دي أكتر هي وراثة، يعني صناعية القدام أو الورش القديمة كلها بتبقى وراثة، والصناعة النضيف قوي ده اللي بيبقى وارث، إنما اللي داخل فيها ما بيقعدش. لأن المهنة دي لازم الواحد يتعلمها وهو صغير، ما ينفعش يتعلمها على كبر. دي من ضمن الحاجات اللي هي الإبداع اللي في المهنة، كنتش حابب الشغلة نفسها مش هتقدر توصل لحاجة زي دي. دي بتخش في مجال السياحة والتصدير. انت لما بتشوف الانبساط في عين الزبون دي حاجه بتفسدك اكتر وتخليكي ماسكه في المهنه. النحاس ماده غاليه، كل ما يتلمع بعدين النحاس بتاع العمر، يعني تتفي تقعد عندك 5-6 سنين وتيجي تلمعها ترجع كمكان. ففي النحاس بالذات، لا النحاس بالذات ماده يتوارثها الاجيال. ازرع صنع كل مجاهد خيله لأمله. هي عامة النحاس خامة طيبة وطيعة، تحبها تحبك، تتكبر عليها ما تديكش اللي انت عايزه، ولازم تفكر وتبدع، لأن الإنسان أساسه عشان أساس نجاحه الابتكار والتجديد والإبداع. طول ما أنت نمطي وعادي وطبيعي أنت زيك زي أي حد، لكن عامة في العمالة المصرية الفرق بين الوحش والحلو حاجات بسيطة.
لو اهتمينا بالعمالة واهتمينا بالمهن اليدوية اللي بتنقرض دي هنبقى أعظم دولة في العالم.